ان النظام السياسي في ليبيا هو نظام سلطة الشعب الذي يمارسه كل الليبيين رجالا ونساء في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وهذا النظام البديع من المستحيل الإطاحة به. كيف يطاح بنظام متجسد في كل المواطنين الذين هم بالملايين؟ أما التشدق بالإطاحة بنظام القذافي هذا مدعاة للضحك ومدعاة للسخرية بأصحابه، فليس للقذافي نظام سياسي حتى يمكن الإطاحة به. خارج السلطة منذ عام 1977 عندما سلم السلطة للشعب أمام العالم وقامت الجماهيرية، أي دولة الجماهير. ويكفي أنه عندما اجتمعت أكثر من 2000 قبيلة عبر شيوخها وزعمائها وأعلنت للعالم أن الشعب الليبي المتكون من هذه القبائل لا يمثله أحد.